أهلا وسهلا بكم، معكم مستر سمير مات. نبتدي مع بعض إن شاء الله منهج Grade 5 First Step Chapter 1. النهاردة إن شاء الله ناخد Lesson 1 and 2. Lesson 1 and 2 كل الشابتر بيتكلم عن Decimal Number. ال Decimal Number أنت أخدتها قبل كده السنة اللي فاتت، كان مثلا Fraction كده 1 over 10. كنت بقدر احوله لديسيمال ازاي؟ كان بيحط ديسيمال بوينت واللي ده 1 10 1 هنا ومفيش حاجه جنبه يبقى 0. طب 15 اوفر 100 قال لي اقدر احولها برضه بشكل ديسيمال ازاي؟ 1500 بيكتبها ازاي؟ حط الديسيمال بوينت بعدين يكتب 15 على اليمين وهنا مفيش حاجه يكتبها 0. طيب لو انا عايز اعرف البليس فاليو والفاليو بتاعت الديسيمال نمبر، هل تحط الديسيمال نمبر في اي مكان؟ بتبتدي من على يمينها 10، النمبر اللي بعدها 100، وفي كمان شويه هناخد 1000 عليك ثلاثه بس. اكيد طبعا بعدها 10000 100000 مليون، لكن هي مش عليك دلوقتي، عليك بس 10 100 لو هم 2 ديجيت. لو 3 ديجيت هيبقوا 1000. تاخد بالك ان في تي اتش، يعني هي تنز لكن هي في تي اتش 100 حاطط تي اتش. طب واللي على شمال الديسمال بوينت دي الحاجات القديمه اللي احنا كنا بناخدها 1 تنز بالاس 100 1000 كلها بالايه؟ بالاس. دي هي البليس فاليو بتاعت الديسمال نمبر. تعالى نشوف اكزامبل عليها ونعرف ازاي بنكتب الفاليو والبليس فاليو، ولو عايزين نقرا هنقراه ازاي. بيقول لي مثلا عندي النمبر ده بقراه ازاي؟ ببص على الديسيمال بوينت بفصلها كده واقرا اللي على الشمال الاول لوحده 3249، والديسيمال بوينت دي بقراها ايه؟ ام. بعدين 5700، لو هو 1 ديجيت بس اقول 10، لو هما 2 ديجيت يبقى 100. بقراها تاني ازاي؟ بفصل ما بين الديسيمال بوينت الديجيتس اللي على الشمال والديجيتس اللي على اليمين. اللي على الشمال اسمها 3249، والديسيمال بوينت اقول ايه؟ ان 5700. 3249 اند اند دي اللي هي معناها ايه؟ ديسيمال بوينت 5700. لو انا عايز اكتبها بشكل يونت ده الستاندرد وده الورد، او بشكل اليونت بكتب 3 واحده 3 في 1000، 2 في ال 100، 4 في ال 10، 9 في ال 1، 5 في ال 10، 7 في ال 100. هناخد اكزامبل بيقول لي which write each of the following numbers in the place value chart. 243 and. أول ما أوصل لكلمة and دي أقف لأن في هنا decimal point. طيب 243 دي عادي كده 243. طيب and دي decimal point اللي بعدها 5700، يعني في 2 digits فيهم كام؟ 57. أدي 57. هنحاول نكتب اللي بعدها 67304 and. أول ما أوصل لكلمة and معناها إيه؟ decimal point. حط decimal point واكتب اللي على الشمال الأول 67000 67000 دول في بيت 1000، 304 في البيت بتاع ال 1 304. وبعدين أخش على اليمين، إيه اللي موجود في اليمين؟ 800 100 يعني كام ديجيت؟ يعني 2. طب هو قال لي 8 بس، ال 8 اهي. طب وفي ال 10 كام؟ ما قاليش، ما قاليش 28 ولا 38، قال لي 8 بس. طب احط بدلها 0. اخر واحد 4 مليار 500,000 اند اند فصلتها ديسمال بوينت على الشمال في ايه؟ 4 مليار. يبقى في هنا ده بيت ال 1 والبريد بتاع ال 1 والبريد بتاع ال 1000، كل واحدة فيها 1 و 10 و 100، ودي المليون وآخر حاجة المليار. في ايه في المليار؟ 4 مليار.
500,000 ديفيد 1000 في 500 and ادي الديسمال بوينت 6 10 يعني في نمبر واحد بس على يمين الديسمال بوينت اسمه 6. طب اي ديجيت تانية مش موجودة احط بدلها 0. دي طريقة كتابة النمبر بشكل ليه ستاندرد. طب قول لي write each of the following in word. In word يعني هقراها بالانجلش واكتبها بالانجلش كلها. طيب اول حاجه بعملها ايه؟ بفصل ما بين الديسيمال بوينت. الديسيمال بوينت ايه؟ بتفصل ما بين التو نمبر. في نمبر على الشمال هقراه لوحده وفي نمبر على اليمين هقراه لوحده. اللي على الشمال اسمه 305 اللي اقول له 305. طب والديسيمال بوينت معناها ان. طب واليمين 18 وهما تو ديجيتس يعني 100 18 100. طيب تاني اللي بعد فين الديسمال بوينت؟ اهي اللي على الشمال ايه؟ 84. تكتب له 84 وديسمال بوينت يعني ايه؟ ان. في ايه على اليمين الديسمال بوينت؟ 5. بس في كام ديجيت؟ 2 ديجيت يبقى 500. اللي بعد ديسمال بوينت بتفصل على الشمال 3024 وديسمال بوينت يعني ان. فيها على اليمين 8 و 1 ديجيت يعني 8 10 10 12 مليون 2340 وديسمال بوينت يعني ان. بعدين 1400 بعدها 1 مليار 20 1 مليار دي 20 وديسمال بوينت معناها ايه؟ ان. هنا ايه؟ في كام ديجيت؟ 2 ديجيت يبقى 100. 700 مليون 200,000 100 700 مليون 200,000 100 وديسمال بوينت يعني ان. 4 10 سنت عشان اعرفه ان هي 4 بس 1 ديجيت بس على يمين الديسمال بوينت. اكزامبل 3 بيقول لي ان ذا نمبر 354 ان 7900. What is the value؟ value كنا خدناها زمان بكتب النمبر زي ما هو كل اللي حواليه 0 نسيت الديسمال بوينت. طبعا التو زيرو اللي على الشمال دول ملهمش لازمة ممكن أشيلهم، وبرضه الزيرو الواحد على اليمين ده ملوش لازمة ممكن أشيلهم. What is the value of 5؟ بكتب ال 5 وكل اللي حواليها 0. طبعا الزيرو اللي على الشمال ده ملوش لازمة ممكن اشيله، والتو زيرو اللي على اليمين دول والديسمال بوينت ممكن اشيله. طيب what does the digit 4 represent؟ ال digit 4 ده represent ايه؟ ال 1. مكانها فين؟ في ال 1 4 1 يعني 4 بس. what does the digit 3 3 300 آخر سؤال في example 3 what is the value of digit in 100 place؟ مين اللي في ال 100؟ أهو ليه؟ لأن ال decimal point هنا يبقى 10 في 100 بكتب ال 9 وكل اللي حواليه 0 ما انساش ال decimal point. وقلنا الزيروهات اللي على الشمال دي ممكن أشيلها. Example 4 Fill in the following place value chart. Use the digits to create the greatest possible number. Greatest يعني هكتب كل الأكبر number بيكون على اليمين. مين فيهم أكبر number؟ طبعا أكبر number هو مين؟ 9. هكتب 9 الأول بعدين 8 بعدين كمان 8 بعدين 5 كمان 5 4 3 2 1 0 دي كده
الوانس والبريد بتاع الثاوزن والبريد بتاع المليون. طب ده كده الجريتست. طب لو انا عايز السمولست اقل حاجه بعكس، ابتدي من على الشمال. طبعا الزيرو مش هينفع ابتدي بيه علشان مش هيالي لازمه، فبدخله جوه النقطه كده واحط ايه الوان قبل وبعدين 2 واكمل بقى 3 4 5 كمان 5 8 كمان 8 و9. انا خدت لحد فين الهاند ريست؟ يعني لازم يكون الديسمال بوينت فين؟ مظبوط بعد 2 نمبر. واقصد هنا واقصد هنا. كان في الدرس ديسيمال 2000 بليس، يعني هزود كمان نمبر على اليمين لو يبقى حاجات متقسمه بقى ايه بالثاوزن. يعني هي نفس الديسيمال بوينت وعلى يمينها 10 و100 و1000 واللي مثلا الشكل ده كام؟ والله الله يحسب. شاد الفرق ده كده كله على بعضه 100 200 300 400 لحد هنا 10 20 30 40 50 60 70، يعني 470 وكم واحدة 6 476 476 هم كلهم كام؟ 1000. ترتيبها ازاي؟ ديسمال بوينت 476 وهنا مفيش حاجة كبيرة. كده حولت من شكل فراكشن متقسم، طبعا لو اي فراكشن متقسم 10 او 100 او 1000 هم دول بس اللي اقدر احولهم لديسمال. كل 3 over 10 اللي هي 0.3، 30 over 100 0.3، 300 over 1000 0.300. كل دول كده قد بعض زي بعض بالظبط. ازاي؟ كل 3 دي لو حطيت لها 0 هنا هي هي ولا لا؟ هي هي. لو حطيت 0 مش هيتغير حاجه، لو حطيت 2 0 هيبقى برضه هي هي، ولو حطيت هنا 0 يعني اي 0 على يمين الديسمال بوينت مفيش فيه مشكله، يبقى هم زي بعض. قول لي الديسيمال ده كام؟ ده أول واحد ده بال 100 على طول 200، ودول بال 10 10 20 30 40 50 60 260 كام؟ 7 267 over 1000. بعدين أحولها للديسيمال 0.267. طب دي ما فيهاش 100 10 20 30 40 50 53 1000 53 over 1000 دي بحولها زي بكتب الديسمال بوينت كام 100 ما فيش 100 زي بكتب بدلها 0 وبعدين 53 يبقى كده هما 3 ديجيت يعني 1000. وده متقسمة 1000 يبقى لازم 3 digits بيكون على يمين ال decimal point. كده خلصنا شرح lesson 1 عند lesson 2. هتحل عليهم وإن شاء الله لو في أي حاجة تبعتها لي على الواتساب على الرقم اللي كان موجود في أول الفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله في درس جاي lesson 3 and 4 please value shuffle و composing and decomposing. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.